هاي، مستنية دعمكم ليا ونشوف يلا نعملوا ايه. زمان الشفاف كل سنة وانتم طيبين ومستنية دعمكم أحلى لايكات. شكرا. زي ما انتم شايفين والزفارات اللي طالعة عليه والدهون طول النهار والأجربة برضه، وزي ما انتم شايفين بيحتاج لك وقت في التنظيف وبيبقى زي الفل عشان برضه ما يتراكمش عليه الدهون ولا يثبت عليه أي حاجة. و
وهو بس بياخد وقت شوية. بيحتاج بس ايه مظبوط شوية. ان شاء الله اكون عجبتكم. محتاجة بقى لايكات عادي، دعمكم ليا وكل سنة وانتم طيبين. شكرا. ممكن وبنستنى لما ينشف ويتصفى شوية وبننشفه وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. اي حتة قماشة عندك نضيفة تمسحيه. شغلي شفاطات الهواء ان شاء الله كده كده مع الجو اللي احنا فيه ده بتلاقي كل حاجه ان شاء الله طبيعيه. زي ما انتوا شايفين عشان ما تركمش على الدهون ولا اي حاجه زي الفل كده. وشكرا عشان ما احتاجش مننا يبقى نضيف تملي، محتاجش مننا مجهود. وكده ممتاز وكده مطفي. كل سنة وانتم طيبين واستنى لايكاتكم الحلوة معايا. باي.